السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نغير مايك لـ UI. UI تاعت الشحن اللي بتيجي فيها، اللي هي بتكون القاعدة اللي بآخر التليفون، تكنو أو أوبو أو سامسونج، تيجي اللي فيها قاعدة شحن والمايك وخطوط الإرسال والجرس. فبدنا نغير بس المايك لأنه في عطل، نشوف طريقة تغييره بدون ما نأذي القطع اللي حواليه بطريقة سهلة وبسيطة جدا. أول شيء إما بنعزلها بالعازل الحراري اللي هو زي هيك، نازل اليو اي حوالين اليو اي، او منغطيها بقطعة صاج على مكان بعيد عن المايك عشان لما نحمي لما كذا تكون الامور. انا بفضل الطريقة هاي، خلينا نبلش مباشرة. اول شيء بدنا نحط فليكس على المايك عشان لما نحمي عليه نشيله. بعدها راح ناخذ الهيد جن ونحرك بشكل دائري حوالين المايك، ونمسك المايك عشان بالطريقة هاي نشيل المايك. حركة دائرية سريعة نشيل فيها المايك بالشكل اللي انتو شايفينه، ان شاء الله يكون واضح. هذا هو المايك. شلنا من اليو اي من القاعدة. طبعا له اربع خطوط، نراعي الاربع خطوط لما نشبك المايك الجديد. اول شيء المايك من الاسفل، هيو شو بدنا نعمل. اول شيء بدنا نحط يزدير على مكان الرجل حل ما بده يركب المايك. شو بنستعمل؟ نستعمل قصدير السائل وهم تيجي عبوته بالشكل هذا. انا بقرب شوي الكاميرا عشان يكون واضح التصوير. بعدها بنمسك بنمشي في الكاوي على عشان نعطيها سماكة بالجزدير بالشكل هذا. صارت عندنا هيك جاهزة. صارت هيك خطوطها جاهزة. تمام، نرجع منغطي عليها عشان الحرارة. وبعدها مباشرة بدنا نمسك المايك بطريقة محكمة، وبدنا نوجه الحرارة بشكل دائري لغاية ما تصير تلمع الجزدير، لمعة الجزدير تبين.
شفتوا كيف صار معي؟ بس منهزه هيك هزة خفيفة. عشان يحطها بالميل لازم مستوى واحد، شايفين كيف هيك ثبت المايك، مسك بالأربع رجلين صار جاهز. أمشي السرعة انه انت ما تحمي كثير، ما تاخذ وقت كثير وانت تحمي عشان ما يخرب المايك نفسه، ما يتعطل المايك. فانت بدك تحمي وتنزل المايك الجديد مكانه مباشرة، بس تهزه هزة خفيفة بياخذ الارجل، وهيك بتكون خلصت واشتغل معك وامورك تمام. هذا هو كان الفيديو لليوم، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، نراكم في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.